نتواصل في 20 انا وكل شيء طاو عطاني تشتين ولا عطاني هاد بلاصة وش لقيت حتى انا ما عنديش فلوس اللي انا عطي كل عندي الفلوس كل ما يكون ليا حتى انا عندي خمسة الولاد والموت و عيت البوليس كيصيفطوني للقيد القيد كيسجب لي البوليس والله ما ينام الكر عاش الملك عاش محمد السادس عاش محمد السادس عاش محمد السادس عاش محمد السادس عاش سيدنا عاش نشوف الظلم اللي عايشين فيه حنايا في هاد البلاد عاش نشوف الظلم عاش محمد السادس جوج مصيفطوا معايا هنا وجا معاهم القيد الشهود ومعيتاش القيد هنا يلا ديرة تسوي واحد معقل عليا هاي الشيخ ردوا لي ليه قالوا لي سير تخطف في المدينة عامل الدار مع ولاد المدينة هنايا انا راك اكثر من 20 عام وانا كابر في هاد القنت هذا اما خليت ما درت عادي ثلاثة الاولاد هاي الحالة مدنية وهاي بطلة مخلي لا كارت وكاغط الزواج باش خرجت من السبيطار كاغط ولا كارت الزواج مولاي حسن باش خرجت من السبيطار يلا فاتح ما عديتش من غنمشي هي غنمشي قش دراسي صافي ومريض فين غنمشي كبرنا في هاد القنت ابا عبد الله ملي كانت قنصليه هنا من عام ولا هنا راه بلاصتي ضرب 26 عام ديال الحبس الله يعفي علي الله ندير مع تولد باقيين صغار انا من الاولين هنا من 77 راه با بدا سولو راه با بدا موسى كسولو الشاب تعرفني من 77 ضرب 26 عام ديال الحبس مني جيت بغيت رزق الله قال لي روتين بحالاتك اش غندير نقتل ندبح يلا نخلي ولادي مشردين الله يرحم الوالدين هاد الناس هاد السيد هاد القايد اللي كان هنا ومشى ما دار معانا والو